تعيش محافظة تعز حالة من الاستنفار الأمني تحضيرا لاستقبال رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي. شهدت المدينة انتشارا واسعا لقوات الأمن في مختلف الشوارع في خطوة تعد الأكبر منذ اندلاع الحرب، حيث أصدرت الحملة الأمنية قرارا صارما بمنع التجول بالسلاح داخل المدينة. تبدأ اليوم الحملة الأمنية المشتركة لمنع حمل السلاح من قوات الأمن العام وجميع الوحدات المشاركة بحسب توجيهات الأخ محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية. وقد تم عمل حملة إعلامية لتنبيه المواطنين بمنع حمل السلاح والتجول به في الشوارع، وستستمر الحملة هذه إلى ما لا نهاية حتى يتم القضاء على ظاهرة حمل السلاح في مدينة تعز. أما على الصعيد الخدمي فقد شهدت المدينة تحركات مكثفة من قبل السلطة المحلية، حيث بدأت بترميم بعض الشوارع المتهالكة وسط المدينة، بالإضافة إلى إعادة فتح بعض الطرق المغلقة منذ سنوات. وفي محاولة لتخفيف الزحام قامت السلطات بتوسيع الشوارع الرئيسية عبر نقل الباعة المتجولين إلى الشوارع الفرعية، مما أسهم في تحسين حركة المرور. ما تقوم به السلطة المحلية اليوم من ترقيع لشوارع تعز لاستقبال رئيس القبيل دليل بأنها سلطة فاشلة، وإنها كانت تستطيع أن تعمل هذا كله قبل مجيء الرئيس، ولكنها لا تعمل لتعز أي شيء، أي إصلاحات. الكهرباء طافئة، الماء لا يوجد، الشوارع محفرة، لا يوجد نظام، لا يوجد أمن. اليوم عند استقبال رشاد العليمي قاموا بزفلة الشوارع وتنظيفها وتنظيم الشوارع وخروج اللجنة الأمنية، هذا دليل على فشل السلطة. على منصات التواصل الاجتماعي عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من أداء السلطة المحلية خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أن هذه التحركات الأخيرة جاءت متأخرة، وطالب المواطنون بأن تكون هذه الإصلاحات جزءا من خطة مستدامة لتحسين الوضع في المدينة، وليس مجرد إجراءات مؤقتة تزامنا مع زيارة المسؤولين. طه صالح، قناة المهرية، تعز.